هل هناك نجاح أو إخفاق في اختبار القدرات؟ لا يوجد في اختبار القدرات نجاح أو إخفاق، ولكن يحصل الطالب أو الطالبة على درجة معينة أقصاها 100%. المهم في اختبار القدرات هو موقع الطالب أو الطالبة بين الذين دخلوا معه الاختبار، بمعنى إذا حصلت على 81% فأكثر فأنت أعلى 5% من الطلاب والطالبات على مستوى المملكة. إذا حصلت على 78 فأكثر فأنت أعلى 10% من الطلاب والطالبات على مستوى المملكة. إذا حصلت على 73% فأكثر فأنت أعلى 20% من الطلاب والطالبات. إذا حصلت على 70% فأكثر فأنت أعلى 30% من الطلاب والطالبات. إنما 65% فهذه هي درجة المتوسط اللي هي 65%. إذا حصلت على 60% فأقل فأنت أقل 30% من الطلاب والطالبات.